وقد التقى الأخ العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام بمعسكر الشهيد مثنى الحضيري بعدد من الإخوة مشايخ وأعيان لواء مأرب الذين ناقش معهم القضايا التي تهم مناطقهم واطلع على شؤون أبناء المحافظة، وعبر عن تقديره للمشاعر الوطنية الفياضة التي يتحلى بها أبناء اللواء وتفاعلهم الإيجابي مع جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطلعات والطموحات لجميع أبناء شعبنا اليمني. وقد أصدر الأخ الرئيس القائد توجيهاته إلى الجهات المختصة بتنفيذ مشروع مياه متكامل في جبل مراد.